مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أينما كنتم داخل أرض وطن وخارج أرض وطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بث آخر وفي قصة أخرى من القصص التي نطرحها دائما تخص المجتمع المغربي. القصة اليوم معنا قصة غريبة نوعا ما. كنا كنسمعوا العنف ضد الأسر دائما كيتعلق بالأبناء ضد الآباء. اليوم حالة يعني نقولوش حالة شادة، ولكن حالة يعني الآية مقلوبة ومعكوسة. شاب يعني كيبلغ من العمر 39 سنة كيعاني حسب القول ديالو كما غتسمعوا معنا في القصة، كيعاني من التسلط ديال الأم ديالو والجبروت ديال الأم ديالو اللي غتابعوا معنا هذه القصه هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ. وعليكم السلام اخ ديالي. خويا رحم الوالدين. نطالب بالناس اللي مسؤولين على ولاد الشعب. انا عشت واحد الحياه ما بالكوش ليكم. وانتوما الله لا تيشوف. انا عندي واحد الام ديالي خارج القانون، عند الفلوس، عند الاموال، عند الديور، عند كل شيء ديال با، وليت معاها الحبس ودار 23 عام ديال الحبس، مبقيتش تنشوف فراتي، ولا تنشوف ولدي، وليت تنشوف فيها عباد الله، هذيك الحالة هذي اللي غادي نقول لكم، تقدر دير بزاف الحوايج، والناس 27 ونص سجن، عندنا في حالة الحالات ديالنا راهم غارقين، أنا هنا في الزنقة تنعس. تما كل في الزنقة ما عنديش، الله اللي يعلم بيا، الناس شافوني بقيت فيهم، وأنا نطالب حق ولدي وحق مرتي المسكينة ما فاهمة والو مليحة في العربية، تندخل الدار تيتهجموا عليا تيصيفطوني للحبس، ندير شي عازة تيصيفطوني للحبس، علاش علاش؟ الناس عارفين كل شيء، علاش؟ حالتي عامرة كمل. حوايجي عامر قمل. عامر قمل ما فهمتش، عاود لي. عامر قمل ديال بصح، وانتم قدام الأمة ديال عباد الله. عامر قمل نشوف اخو هذا القمل نشوف. والله انتم راه قدام أمة وغادي تشوف معايا الحانوت وتشوفوا حالتي كي دايرة بالقمل. انا راه ماشي مجرم، هاد الناس هادي تتحطني قدام الأمة بلا هاد السيد هذا مجرم وتتعدى على مو وتضرب مو، وبحال هكا باش تقول الحكومة والحكومة تستنطنوا بها وتيشوفوا في انا تيشوفوني مجرم. نشوف هذا القمل بعدا، نشوف هذا القمل اللي قلتي لي. تيشوفوني مجرم داخل. حيت حنا في 2022 وباقي القمل، حنا في 2022 باقي القمل. وانا ماشي مجرم، انا عبد المدلب تنهضر على ولدي وعلى هذه، وهي تتحط الامه تتحط بلي انا مجرم. انا ماشي مجرم، انا وما عمرني سفرت وما عمرني تعديت على ولاد الناس، وضربت 23 عام ديال الحبس. عباد الله راه غادي نقتل عائله. لا ما تقول هانتوما هاد الناس، انا راه دلة هانتوما عباد الله، هانتوما هو القمل، هانتوما عباد الله، هاهي قملة، هانتوما عباد الله، هانتوما عباد الله، هانتوما عباد الله، القمل القمل، هانتوما عباد الله، يعني كنقولوا الآن كيعيش يعني في حضارة مدينة مثل مدينة الدار البيضاء. يعني القمل، يعني صراحة أنا استغربت. لبس بعد هذوك الحويجات باش نكملوا معك، بقاو معنا مشاهدينا الأوفياء باش تعرفوا القصة ديال زهير اللي صراحة حنا بطبيعة الحال كنبقاو كصحافة كنبقاو محايدين نسمعوا الطرف والطرف الآخر، ولكن صراحة قصة محيرة اللي غتستمعوا لها معنا الآن باش نفهموا أشنو واقع ما بين زهير وما بين الأم ديالو. هاك أخويا زهير، هاك شد قول لي واخا ماشي زهير. شوف دابا غتمشي معايا باش نسولك باش المشاهدين يسمعوا ويفهموا. واخا سيدي قول لي اشناهو وتشوفوا الطواليت ديالي، وغادي تشوفوا كيفاش تنعيش وكيفاش دارنا تنوصل ليها وكما تنقدرش نطلع ليها، ودار 15 الحوانت بوس بير كلشي مسيطر عليه زهير، حيت انا واحد السيد قانوني تنبغي ندوي تمشي للحبس. واخا سهير قرب منك واحد فمك وقول لنا. دابا انا بغينا نعرفوا حتى المشاهدين بغينا نعرفوا
اشنا هو نوع ديال الخلاف ما بينك وما بين الام ديالك؟ علاش هذا الخلاف هذا؟ بيني وبين الام ديالي هو الخلاف هذا، حيت انا باش كطالبها انت؟ انا تنطالبها بهذاك الشيء ديال بغيت ابويت ابويت من هذوك البيوت. واش الاب ديالك ميت الله يرحمه؟ هو مات الله يرحمه، ميت الله يرحمه. وهاد القضيه هادي راه ماشي انا اللي تنعيش فيها، راه عيشات فيها با، عيشاتو في الزنقه قدام الناس، عيشاتو تياكل في الزنقه ويشرب في الزنقه. انا مات لي با وانا في الحبس، خرجاتهم من الدار، خرجاتهم من القيامه كحله، وراه كلشي تيعرف بالعربي بزاف. صاحبي بلا ما تسمي، بلا ما تسمي. الله يرحم لكم الوالدين. بلا ما تسمي. انا شاعل لي واحد العافيه في قلبي، ماشي عافيه ديال ولدي، حيت انا ما تنشوفش براسي. دابا انت دابا مزوج انت؟ انا مزوج. عندك الوليدات؟ عندي وليد. مرتك فينا هي ولدك؟ ولدي راه ما جرات عليهم، راه ما في العروبيه، راه ما لحقت لهم الجوع. واخا واش انت دابا بلاتي، واش ملي كطالب هاد الام ديالك باش تخليك تسكن، قلتي لي بان عندكم الدار فيها 16 ياك؟ فيها 16 يا سيدي. وقلتي لي كارينها الافارقه. افارقه كامله. مكريه الافارقه. كامله اليوم سدادر بدون قانون. بدون لاكات لاسيونال، بدون حتى شي حاجه، جاي المهاجرين ساكنين في هذيك الدار. اذا نقدروا قتلوا ولا تعطوا شي واحد 5 مليون ولا 6 مليون يقتلني ويزيد. واخا بلاتي، ولكن انت واش ملي كتقول لهاد الام ديالك كتقول لها اعطيني مثلا فين نسكن، شنو كتقول لك هي؟ تتقول لي بلاتي بلاتي بلاتي، هذيك ديال بلاتي بلاتي بلاتي، باش الزوير يمشي يتمكن يدير شي حاجه في راسه، يجي لهذيك الدار يدير مشكل يمشي للحبس. هادشي باش يديروا له. اجي هذاك النهار فهاد الشده هادي كنت داير في الحانوت مريح، قالت لي اجي معايا تاكل، مشيت معاها ناكل. ما وانا امي مسكينه باغا تعطيني ناكل، طلعت معاها للدار شداتني هي وولدها صيفطوني، ديما مصيفطاتني، صيفطاتني بخمس سنين، صيفطاتني بعامين، صيفطاتني بعامين ونص، وصيفطاتني والدي ودار 23 عام ديال الحبس. انا ماشي واحد بزناز ولا قتال ولا شبار، انا راه عندي صحتي، صحتي نطيح بها قمان وكلشي تيعرفني. دابا نمشي ندبر على راسي، ولكن ما بغيتش الحرام، ما بغيتش نادي عباد الله، ما بغيتش نادي ولاد الناس، علاش؟ حتى انا ما تنبغيش اللي تيادين، انا ما تنبغيش. دابا انت واش عندك الورد ديال الوالد ديالك الله يرحمه؟ عندي الورد ديال الوالد ديالو، اي حاجه اي حاجه با الله يرحمه، الله يجعل ربي يوسع عليه ضيقة القبور، كل جا شابني وشاب ولدي يعيش لي مالك، اي حاجه كاتبه لي في سميتنا، اي حاجه في سميتي، ودات لي تلعن. دابا شحال ديال دابا بلاتي، دابا الاب ديالك شحال عنده ديال الميراث مثلا تقريبا؟ اعطينا. عنده حوانات؟ عنده بزاف، عنده 4 حوان في بوسبير. عنده الاملاك في الزمور، راه ما واقفين على البيع. هما اللي قالت لي دابا اجي كتب لي باش نبيع ونشريو. اش قالت لك؟ قالت لي اجي كتب لي باش نبيع ونشريو. انا ما بغاش نكتب لها، حيت عارف راسي اللي كتبت لها. راه هادشي اللي دايره لي. فين داتك هي قالت لك كتب لي؟ دات لي السيده عند سميتو عند العدول. العدول ملي دخلت لعندو السلام عليكم واش عارف انت علاش جاي لعندي؟ قلت له انا يلا فايق من العاس ما عارف والو على الدجال. قالوا لي انت باك مخلي واحد الاملاك كل حاجه بسميتها هو الملك ديالك، وتمكن لك هذا الملك ديالك تنازل عليه وتكتبوا الام ديالك تصرف به كما بغيت. قلت له انا ودي انا هو الصغير، انا هو الصغير بخوتي، سولوا هذاك اللي مغرب، سولوا هذاك اللي راكب على كرسي ما خاصو حتى شي خير، حتى شي خير، كازا كامله في يدو. سولوا هذوك وسولوا هذوك اللي كتبوا لها، نجي انا نكتب لها، واش انا نكتب على شي حاجه وانا ولدي انا باقي مسرد عامين مشوش والله ما شايفو؟ انا عارف انا شنو هو طاري، انا عارف العروبيه اش فيها، فيها الجوع والنوع وفي هذا الشيء وفي هذا البث. يلا دابا انت باش كطالب انت دابا؟ انا اللي تنطالب بها الناس قدام هاد الناس هادي يشوفوا من حالي. انا راه ما تنتعدى على امي، ما تنضرب امي، ما تندير هادي، هي تتحط عليا في هاد الصوره هادي قدام الناس، تتقول لهم الزوير اش خاصو؟ انا الزوير خاصو بزاف تعويش، خاصو ولده، خاصو هادي، حيت خاصو هادي، حيت انا غادي نقرد لقلبي، راه نقدر ندير بحال هذاك اللي قتل العائله، قتل خو، قتل مرتو، قتل ابو حرب وزيد. شوف اسمع اسمع الله يرضي عليك، انا راه هذا اسمع اسمع الله يرضي عليك، هاد الهضره اسمع، كاينه دوله ديال القانون، اسمعني. هذا القانون اسيدي هو انا دابا انا اللي توجهت للقانون، حيت انا القانون كان تحقرني وتيشوف فيا بشوفه ديال المجرم وتيسيفطني للحبس، وتندخل وتنتكمش تناكل وتنشرب وتنقريش، ما باغي والو، باغي نخدم. دابا انت كطالب بحقك. انا اللي تنطالب به، يا ما باغي والو من عندها. ما باغي حتى حاجه، حتى حاجه ما تعطيني، تعطيني هب نعيش هذاك الوليد اللي عندي. يا ريت تشوفوا محمد، شوفوا محمد كيف اللي ولدي اللي دابا انا تترعد عليه، راه الغيوط قطعوا، راه هذا
راه موسخ موسخ وغادي يكبر ويقول با دوا عليا ومشى للحبس وانا تاني ندوي عليه. انا راني بعقلي وتنخمم و 23 عام ديال الحبس راه ما بغيتش نوقع في شي موتيف ونخلي هذاك الواد مودر وكبر وقدر حتى هو يدير شي كارثه فحالي. انا راني صابر انا راني صابر. واخ واخ الحبس الحبس راه زوين ولاني تنخمم لولدي. انا الحبس ما يدعقليش انا عايش مالك في الحبس ما يدعقليش. وقالت لي اداره السجون نمشيو معاك نديرو معاك وما دير والو. وانا انا دابا انا ما تندير والو. انا راني في صحتي وبخير ولاني تنشوف ولدي ما داخل لحاجه مدنيه. ما داخل حتى شي حاجه والله ما داخل لحاجه مدنيه. واش هاد المراه الدري ما يعيش متشرد ما يعيش ولدي متشرد. واش هاد المراه بلاتي واش هاد المراه هما اللي جابوها لك ولا انت اللي جبتيها؟ هاد المراه هادي السيدي قالوا هاد السيد ما يتزوجش بشي وحده بالدرب. هذا اش نديروا ليه غادي نجيبوا ليه مرا من العروبيه ما فاهمه ما دايره ما هاد بس الا دارت بغا تعاون ولا بغا يدوي نجريو عليها. راه جابوها في نفس الوقت هزات عليا ديك الدريه مسكينه عروبيه ما قاريه ما والو عطاها لي الله. وانا اللي عزلتها في التصاور بانت لي الدريه المعقوله. وانا دابا انا بغيت نتهلا في هذيك الدريه مسكينه وتعاوني وتصب لي حوايجي وتنقلني وترد لي البال والعيال هذاك الولد هو قريب يدخل المدرسه ونهزو. يعني انت دابا بغيتي غير فين تنعيش انت ومرتك وولدك؟ انا عايشين من ديال باك من داك ديال باك عش صغير بحال هذيك ديال فريق غاشيش نشوف ولدي عايش في هذيك العش ونمشي انا نطلب ونجيب ونجيب لولدي ونقول نقرا نتعداو عليه يا ولاد. واخا ولا تمشي بخويا غادي نقطع عليه راسي. واخا سير عليه بارتمون ومن العيد كبير العيد كبير تشري ليه الحولي واقسم بالله الا من العيد العيد كبير العيد كبير تشري ليه الحولي وشري ليه بارتمون وشري ليه. علاش علاش في نظرك انت زهير علاش في نظرك انت امك انت من دون خوتك دايره معك بحال هكا علاش مثلا؟ انا واحد الدري وطني قانوني تنشوف شي حاجه وكاينه واحد الحاجه كاينه واحد الحاجه اللي ما نقدرش نقولها لكم. وهاد الحاجه عارفه انا وعارف اخويا اللي عايش فوق كرسي ما خاصو حتى شي خير هادشي علاش حاقده عليا هي وهي راه عارفه وغادي تشوفها. ولكن ما نقدرش نقولها الام ديال عباد الله حيت هي كانت بيني وبين الوالد ديالك سنين وما مفارقين وما مطلقين ما والو. ولكن واحد الحاجه اللي نسى هي باش كرهت الام ديالي من الصغر ديالي وانا كاره امي كاره عرفتي فين كرهتها. انا نعطيكم واحد النقطه كرهتها في البحر ديال النحله بحر ديال النحله نحيدوه في الصغر ديالي كرهت الام ديالي تماك انا وخويا اللي جا على غفله وتا هو شاف وزاد في حالته وما دواش راه علاش كرهت انا الام ديالي ولات علاش حيت هذيك الحوايج اللي زدني با ما عمرني شفت منه انا شي حاجه خايبه. الام شفت منها بزاف الحوايج واخا كرهاني علاش حيت انا قانوني تندوي تبان لي المنكر يعني انت ما كتسكتش على حقك هذاك الشيء اللي تقول الله يرحم لكم الوالدين. انا اللي بقيت فيه ولا بغى يشوف فيا انا اش كطالب دابا كطالب يوقفوا معاك ياك؟ انا تنطالب بالناس والمحسنين لا قالوا واحد السيد مسكين تيدوى على ولده انا ما ندويش عليه انا انا ما ندويش عليه انا ما باغي والو انا باغي عود ولدي تشوفو عايش بخير ولا انا عايش قلت لك ولا وريتكم حالتي وخوت من الفرقه هذا ديالي ولا تجمع المشات من الزنقه وتزين ربي وبسم هذا هو الخير ديال وربي المشات في الحال وتعيش معاه. اجي تشوفوهم تشوفوا هذيك البلاصه واقسم بالله العلي العظيم لهذيك الحانوت اللي انا عايش به وعمتي الله يخليها ليا قالت لي انا هذيك الحانوت راه ما نبيعوش ليه ومشات عند بالسبع انا وهذيك الحانوت كون قاتل ندوز ليه راه غادي تجري عليا وتخلي لي الناس الطوار ومشرد. رجعوا البارح هجموا عليه جاو البارح هجموا عليا هي وولدها بغاو يخرجوني من الحانوت باش يصيفطوني للحبس والدرب والعيالات وكل شيء عاقه بها. قال لي الزويره بغات دير لك شي قضيه بغات تصيفط. واخ انا خو قدام واخ واخ ومازال باقي الحيوان مازال باقي واخ غادي نكملوا غاتابعوا معاك شوفوا مازال تشوفوا ولكن انا طالب ولكن انا طالب ردوا عليا النوم. غادي 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 نتبعوا معاك. اما احسن عباد الله المشاهدين الناس اللي تيشوفوا فيها اما احسن دوي على راسي بحال هكا ولا نطلع ونطلع معايا شي بوديزا ديال ليسانس نبدا نحرك ونبدا ندير ونبدا ندير ونبدا ندير وناخذ حقي وكبر ودي ونقول با مسكين شوف اش داروا لي هاد الناس. راه شوم راه شوم هادشي الله راه ما تيبغى لا قال لا حتى شي حاجه. انا باقي في صحتي ونقدر ندير بزاف الحوايج وانتم تشوفوا
قتل له. واخ. اذا مشاهدينا الاوفياء، حنا غادي نتابعوا القصه ديال زهير كيف ما سمعتوا. زهير كيتكلم بحرقه، كيتكلم بغضب، كيقول بانه الاملاك ديال الاب ديالو ما شاء الله يعني عنده العديد من الاملاك، هو حسب القول ديالو دائما. حنا ديما كنستمعوا للطرف والطرف الاخر، حسب القول ديالو كيقول لك بانه الاملاك كتصرف الام ديالو كيف ما بغات، يعني بدون حسيس او رقيب. واحد القضيه بغيت نقولها. انا الحمد لله باقي زوين، باقي شاب، باقي مالي في راسي، باقي كلشي. علاش؟ وعادات ديال العيالات والدريات طامعين فيها، ولكن لا، ما بغيتش انا نعيش هذيك العيشه ديال الدريات وهذه وهذه. انا بغيت نعيش واحد العيشه قانونيه، شوفوا الناس هذاك السيد عنده وليد وعايش معاه وعايش بخير وعلى خير. ان شاء الله غادي نواكبوا معك، غادي نواكبوا معك القصه. كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، زهير الان صراحه لقيناه في واحد القمه ديال الغضب، حاولنا اننا نمتصوا ذاك الغضب ديالو، تكلمنا معاه انه اذا كانت شي حاجه من حقه وهي قانونيه فاكيد احنا في دوله الحق والمؤسسات، فغادي ياخذ الحق ديالو بطبيعه الحال. كيتكلم بانه كيف ما سمعتوا معنا العديد من الاملاك ديال الاب ديالو اللي كتصرف الام ديالو، كما دائما حسب القول ديالو هو كيف دون حاسب او رقيب. الوقت اللي كيتكلم هو على هذا الشيء هذا وكيقول لها فين هو حقي، فكتصيفطو ديما للسجن. يعني كما قلتوا كما سمعتوا وجع اللسان ديالو العديد من المرات، هو كيقول بانني انا الان بغيت نعيش الابن ديالي، ما بقيتش بغيت نمشي للحبس، انا بغيت نعيش الابن ديالي والزوجه ديالي اللي كتعيش في العروبيه مع والديها، والان انا كيعيش في حانوت، كيعيش في حانوت فيه القمل، كيعيش في حانوت فيه القمل. يعني راك شفتوا معنا، حنا غنتابعوا القصه ديال زهير، واكيد اللي عنده شي حق راه غادي ياخذه.